أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مستمعينا عبر برنامج بودكاست من جامعة الملك خالد. ضيفي وضيفكم اليوم عميد عمادة شؤون الطلاب الجامعة سعادة الدكتور علي القحطاني. كيف أن الطالب والطالبة يستطيعون الوصول إليكم وإلى خدماتكم؟ الحقيقة في الفترة الحالية صرنا نحن من نصل إلى الطالب. السكن الطلابي يحصل عليه أي طالب؟ سواء سعودي أو أجنبي. تشغيل طلابي عبارة عن مقابل مادي يعطى للطالب الجامعي في حال قدم عمل أو تعاون بعمل مع عمادة شؤون الطلاب. طيب جميل دكتور. طالبات في الجامعة هل يحظون بالفرص اللي يحظى فيها الطلاب؟ دور العمادة هو دور أساسي في هذه المشاكل. نعد الطلاب بأنهم سيجدون ما يسرهم الأيام القليلة القادمة حبلى بالمفاجآت.